اه من الستات اه يا جمالهم اه من الستات اه يا جمالهم عاجبني الكل كده بحالهم امارات ازاي معرفش شربات ازاي معرفش امارات ازاي معرفش شربات ازاي معرفش اه يا جمالهم. التماسي واهلا بيكم مشاهدينا واولى حلقات برنامجنا اهم الستات. على فكره شكلها خناقه، احنا ولا عارفين نسجل ولا عارفين نظبط اي حاجه. الرجاله اهم الرجاله اهم الرجاله والنعكشه اللي عاملينها. يعني الرجاله عملوا ايه؟ عملوا ايه؟ اهلا وسهلا بيكم. يعني انا دلوقتي يعني ده منظر ادخل بيه؟ يعني انا ايها المشاهدين احنا قاعدين بنطبخ والستات قاعدين بيتمكيجوا، لا حد راضي يقول لنا فين الملح فين ولا البتاع، هناكل الاستوديو ازاي؟ انا قاعد بالدريس بتاعي الدريس اهو. على فكره ده وقت الشغل، يعني لازم تدونا سبيس ان احنا نشتغل. وبعدين مش عارف فين الملح، يعني اول مره تخش المطبخ. دي مشكله كبيره على فكره، يعني ايه مش عارف فين الملح؟ وداخل علينا واحنا بنشتغل. طب ازاي نظبطها؟ يعني انا عايز اسال سؤال بجد، يعني هو الراجل المفروض هو اللي يخش المطبخ؟ يعني انا داخل المطبخ بتفضل ان انا اعمل فطار. ليه لا؟ يعني ايه تتفضل؟ انت مش كلنا مش انت هتاكل؟ انا مش لاحق اتكلم، انا لسه ما قلتش حاجه. انا دخلت اعمل فطار للناس دي، الناس الستات الكباره دي، هل الراجل يخش المطبخ ويقعد يطبخ والستات بتتمكج واقول لها فين الملح؟ هتعمل لي كده؟ بتعمل لي كده؟ ايه عشان سبوز ان انت تبقى عارف حاجات الف ب المطبخ، ملح زيت مش عارف ده، امال لو بتيجي روح هات لي مثلا لاسيات دو سيرفيس مثلا هتعمل لي ايه؟ ولا اعمل لنا سلاد روس ولا اي حاجه من الفرنسيه اللي انا بتكلمه طول الوقت ده. سلاد سيرفيس ايه؟ هوقف الميكروباص انا؟ يعني اساسا انا مش فاهم الكلام اللي بتقوله، هجيبه ازاي؟ لا بجد يا جماعه، لا بجد انا عايز اسال، يعني هو يعني انتوا متوقعين ان الراجل يخش المطبخ ويقعد يطبخ ويبقى زيكم بروفيشنال زيكم؟ امال انتوا دوركم ايه؟ لا معلش بقى، تعالى نتكلم على الستات. الستات دي حاجة كبيرة جدا، في نوعين من الستات، ست بتشتغل وست قاعدة في البيت، والاتنين عندهم مسؤوليات جامدة جدا. يا سلام، القاعدة في البيت دي بتعمل ايه؟ احكي لي كده كده يومك كده بتعملي ايه في القاعدة في البيت؟ حاجات كتير. انت بتصحى الساعة كام؟ ليتس سي 7 الصبح مثلا. انت يا ايمان هتبقي بتعملي ايه قبل كده؟ من الساعة 5 ونص صاحية. بس ليه يعني فاهمة؟ ليه؟ امال مين اللي بيحضر اللانش بوكس بتاع حضرتك؟ ومين اللي بيحضر للولاد؟ ومين اللي بيكوي الهدوم المدارس؟ ومين اللي بيظبط كل حاجة؟ اه طبعا، هم كام واحد في البيت بتجهز؟ ومين اللي هيوصل المدارس؟ ومين اللي بيظبط كل حاجة؟ ده مجهود جامد جدا. لا وبعدين كمان فقرة تصحية الولاد دي فقره لوحدها، انت لو عملت القصه دي صدقني هتستقيل وتقول انا لا اشتغل في البيت ولا بره البيت. طب هجيلك عقده. والست الناس متجوزه ما عندهاش ولاد بتعمل ايه طول النهار بقى؟ اوه الوت. لا بجد قولوا لنا، انا حاسس ان الست بتضيع وقت. طب اوكي، ايل تيل يو مثلا السكادجول بتاع واحده ست مش ما عندهاش ولاد. هتصحى قبلك شويه عشان خاطر تجهز، طبعا اولا دي معناها ان هي لسه متجوزه جديد ما عندهاش خبره، الاكل اللي بياخد من ست تانية مثلا لايك 2 اورز ممكن ياخد منها 3 ساعات او اكتر، تنزل تعمل جروسري كتير لانه هي كمان مش حافظه قوي ايه اللي المفروض تجيبه، ده حاجه بتاخد وقت. اتكلم ماما تاخد منها الريسبي بتاعت الاكل. طب وايه بس الاكل يطلع حلو يعني، ربنا يخلي تيتا. هتصحى هتجهز حاجات البيت، هتوضب البيت، بتنزل بتشوف ايه الحاجات اللي محتاجاها. ماشي، قعدت من ساعه 6 الصبح ولا 5 ونص، الساعة 12 كانت خلصت، أنا برجع من البيت 5 6 بالليل، بتعمل إيه بقى في الخمس ساعات دول؟ هي مش مفروض تعمل كمان حاجات لنفسها؟ ده لو هي قاعدة في البيت يعني، مش مفروض إنها تهتم بنفسها، تعمل رياضة، تعمل حاجات لصحتها؟ I'm not talking about إنه علشان يبقى شكلها حلو، عشان صحتها، تحافظ على صحتها. فلا it takes time.
وما بالك بقى لو ست بتشتغل. تعالى بقى الست بتشتغل دي يعني ايه؟ بعد كل الديوتيز اللي عملتها الصبح تروح الشغل وملتزمه في الشغل ولازم تعمل كل الديوتيز بتاعتها اون توب زيها زيك بالظبط، لان في مدير عليها. يعني ايه مدير؟ يعني لازم الديوتيز بتاع الشغل تبقى بالمية في المية مظبوطه، وبعدين تروح قبل ما تبتدي وهي في السكه تبتدي تفكر انا هعمل ايه، هاكل ايه، هعمل ايه، هنظف البيت ازاي، هوضب ازاي، هحضر له غدا ازاي والعشاء ايه ده كله ده. بس كل الكلام ده ماشي يعني انت متخيل المجهود البدني اللي بيتعمل على عيني ده غير طبيعي، ده غير الاسترس. مش على عيني وعلى راسنا، انت بتشتغل واحنا بنشتغل، هل مطلوب مني ادخل البيت بالليل مثلا ما الاقيش اكل عشان الست بتشتغل؟ هل مطلوب ان الست تبوظ في وشي او تتخانق معايا تقول لي ما انت وترص لي الكلام اللي بترصيه ده؟ ما انا لو داخل من الشغل ولقيت واحده بتهب في وشي كده عشان بتقول لي الفيبرز اللي عملته انا مش هبقى مبسوط. عندك حق، يعني يمكن الطريقه مش لطيفه، بس اكشلي في حاجه الرجاله ما بياخدوش بالهم منها. احنا لما بنبقى تعبانين بنبقى نيرفس وبنبقى عصبيين، فاحنا دايما عندنا في لوم علينا انه انتوا ليه دايما عصبيين، عشان تكويننا كده. انا بصحى بيبقى ورايا حاجات كتير، الاسترس ان انا ما خلصتش ده لوحده بيخليني عصبيه، والارهاق بتاعي بيخليني عصبيه. فانا طالبه منك ايه؟ طالبه منك تحس بيا وتفكر ايه اللي ممكن تعمله. انا بشتغل ماشي، بس مطلوب ان انا احس بيكي يعني ماشي احس بيكي لو انت بتعاني وبتقولي لي انا تعبانه، لكن احس بيكي وانت بتتخانقي معايا تقولي لي تعالى انا عامله لك جميله ان انا اكلك. تعرف بقى انا هقول لك على فكره حلوه قوي احنا قبل كده جربناها كتير في اشغالنا. مره كده واحنا قاعدين فاضيين كل واحد يرص الديوتيز بتاعته بتاعت النهارده وبتحتاج وقت قد ايه، ونشوف كل واحد مطلوب منه قد ايه، ولازم في حاجات نعملها سوا، لان هي كده الحياه. ما تنفعش ان انا مطلوب مني 95 وظيفه وانت مطلوب منك 4 وظايف، لازم نقسمهم ويبقى في حاجات جوينت نعملها مع بعض وحاجات تانيه وكل حاجات نعملها، لان الحياه تعاون. مش حياه تعاون، بس انا عايز اقول حاجه، لو انت حسستيني انك بتعملي لي جميله انك انت بتشوفي شغل البيت لانك امراه عامله، انا مش عايز حد يأندني يقعد يقول لي يعني انا شوف بقى انا عملت لك ايه، ده انت احمد ربنا. الطبيعي ان انا اقول لك ايه، شوفي فلانه مرات فلان اهي دي بتشتغل اطول منك وعندها 3 عيال وشاف عندها ايه وشغلها ايه وما بتشتكيش لجوزها، ما بتشتكي او يعني مش ما بتشتكيش، ما بتلومش جوزها وتعملها له فيفر. انت عارف بقى ان الكلمه الحلوه، بس الكلمه الحلوه، واسمعوها يا ستات او اسمعوها يا رجاله، الكلمه الحلوه تدي طاقه جباره للست انها تعمل بدل التاسك 10. يا ريت كل راجل يقول كلمه حلوه لمراته وشوفوا مقدار الطاقه الايجابيه اللي هتبقى عندها قد ايه. 10 اضعاف اللي هي بتعمله هتعمل اكتر. لو مره عملت الاكل وقال لها تسلم ايدك، انت متخيل هتعمل بعد كده وهتتفنن ازاي اسعاده لانه قال لها كلمه حلوه. يعني. انافق يعني تنافق؟ لا تحس يا حسين تشارك برجليها قصدي بايديها تحس تشارك لان هي دي اهم حاجه. لا بس لما هتشاركني هبقى معاك ايجابيه ومش هبقى عصبيه لاني همسك نفسي لان انا عايزه اسعدك زي ما انت بتسعدني. بس انت عليكي دور برضه، انت عليكي دور. انا ما احبش ادخل البيت الاقي امراه لوامه بتشتكي من اللي بيحصل، ما بحبش ان انا اخد 3 4 مكالمات في البيت مراتي بتشتكي الواد البنت اللي مش عارف ايه 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 ايه، وارجع البيت اما اقول لها مثلا ايه فين الرز؟ هبدا بس رز، انت كمان عايز نعمل رز، انت كذا كذا كذا. احنا برضو عايزين الكلمه الحلوه، احنا عايزين انا مقدره ان انت جاي من الشغل وتعبان، انا كان نفسي اعمل وكان نفسي اقدم الاكل دوت ونفسي اعمل لك بلا بلا بلا، بس اللي حصل في النهارده كذا كذا كذا. احنا وصلنا لحته هنا اللي هي يمكن سبب المشكله بين الراجل والست في الحته دي، انه الراجل دايما انت لسه بتتكلم بنفس الطريقه، حاسس انه هي دورها انها لازم تكون عامله الاكل. واحنا بقى مش دي اللي بنطالب بيها، احنا بنطالب انك تحس ان انت مسؤول معانا، وتحس انه انت ممكن انا يوم اعمل الاكل وانت يوم تعمل الاكل، ما نحسش ان انت بتتفضل علينا. لا وانت بس بتعمل حاجه في البيت. يعني ما هو القصه في ايه برضو؟ الراجل تكوينه غير تكوين الست. فانا ممكن اطبخ بس لو انت متوقع ان انا اعمل نفس الاكله بتاعتك ونفس الكواليتي مش تنفع. لا احنا راضيين بقى اقل حاجه. لا هو الستات على فكره عايزين ياخدوا مساحه ازيد ان هو الرجاله يطبخوا زيهم. انا عارف النوايا بتاعتي، انا ما عنديش مشكله لو ست في البيت
يعني امراه ست بيت حلو تطبخ خلال الاسبوع كله واليوم الاجازه انا يا سيدي اشيل الطبخ كله افطار غدا عشاء راضيين مفيش مشكله راضيين الامراه العامله بقى بالتراضي لو بالخناق وقعدتي تقولي لجوزك دورك ودوري هنبدا ندور على الاكسكيوزز انا ظهري النهارده وجعني من شيل التلج انا العيل شلته مش عارف حصل لي ايه هنبدا نقعد نطلع اكسكيوزز لبعض فلو هي العمليه يا جماعه كانت تشالنج بين الراجل والست في الجواز عمرها ما هتتحل لكن لو قصه كلها بالتراضي ونحس ببعض الدنيا كلها تبقى حلوه دي حقيقه وده اللي احنا عايزين نقوله النهارده اللي عايزين نقوله النهارده انه يعني كفكره ايمان كانت فكره لطيفه قوي انه نحط التاسك بتاعتنا ونتكلم مع بعض وعبر عن مشاعري وتعبر عن اللي انت متوقعه مني ونقسمها 50-50 or as much as we can عشان نريح بعض يبقى في اتجاه جوانا انه انا عايزه اريحك انا مش عايزه اخد منك اشوف ايه اللي اقدر اطوله تعمله زياده لكن انه احنا عايزين في الاخر نبقى انا سعيده وانت سعيد وبيتنا كله سعيد وعايزين نوصل لمنطقه في النص نتفق فيها تمام يا بخت سعيد بسعيد نورتونا وشرفتونا انا عايز اقفل لا الرجاله احنا كويس علينا احنا صرفناك قوي انا هقفل ده بقى مين ده على فكره البرنامج ده بتاعنا اسمه ايه؟ اهم الستات اهم الستات اه يا جمالهم اهم الستات اه يا جمالهم عاجبني الكل كده بحالهم امارات ازاي معرفش شربات ازاي معرفش امارات ازاي معرفش شربات ازاي معرفش